في إطار الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالته بحماية الصيادين والمحافظة على مصادر رزقهم، يواصل معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة لليوم الثاني بتقديم الدعم والمساعدة التي أمر بها جلالته للصيادين في إطار حرص جلالته على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين. تجارب قاسية مر بها بحارة البحرين حالت دونهم ودون لقمة العيش بسبب التجاوزات القطرية بحقهم، تجاوزات استهدفت أرزاقهم واعترضت مراكبهم في عرض البحر، وهو الأمر الذي كلفهم الشيء الكثير. معاناة البحارة المستمرة مع الدوريات القطرية أخذت تضاعف من خسائرهم بسبب الإجراءات القسرية التي اتخذت بحقهم بطريقة متعمدة، ومن بينها مصادرة الممتلكات لمدد طويلة والتعمد في إتلافها. هذه القضية الوطنية لقيت اهتماما بالغا ورعاية إنسانية كبيرة من لدن صاحب الجلالة العاهل المفدى أيده الله، فأصدر جلالته توجيهاته السامية بقيام الجهات المعنية بدعم ومساعدة البحارة المتضررين، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من خلال قيام محافظ محافظة العاصمة بتقديم المساعدات التي أمر بها العاهل المفدى حفظه الله للبحارة المتضررين. بناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة لدعم ومساندة مساعدة البحارة اللي تضرروا في الحدود البحرينية القطرية واللي عانوا من قطع لأرزاقهم مصادرة لقواربهم والحبس في بعض الأحيان، لا شك أن هذا الدعم أثلج صدور الجميع، وهذا ليس بقريب على صاحب الجلالة، فهو دائما يتلمس معاناة المواطنين ويساعدهم في أي مجال كان. ولا شك أن هذا الدعم بالنسبة للصيادين يعتبر بداية جديدة لهم إن شاء الله تعينهم في هذه الفترة، وإحنا على مقاربين من شهر رمضان الكريم، الله يعوده على الجميع بالصحة والسلام. هذا الدعم السخي قوبل بمشاعر الامتنان والثناء من قبل البحارة الذين تقدموا بالشكر الجزيل لجلالة العاهل المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامهم بشؤونهم وكرم عطائهم. أشكر جلالة الملك على ما قدمه دعم البحارة ولي العهد أمير سلمان الخليفة، ونشكر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله، والشكر موصول إلى سعادة النائب المحافظ الشيخ هشام عبد الرحمن على ما قدموه من مساعدات حق البحارة من تضررهم جراء الأزمة اللي صدرت من قطر في قطع أرزاق البحارة. يعني لاحظت الآن على وجوه الصيادين أنا ترولي الهموم اللي كانوا يحملونها خلاص انزاحت، ما ظن حد في يعني هناك هموم أو قاعد يعني في قلق أو أنا أقول الحمد لله كل الصيادين اللي تكلمنا وياهم يشكرون جلالة الملك، اللهم لك الحمد على النعمة اللي احنا فيها، عسى الله يدوم علينا إن شاء الله الأمن والأمان وتبقى مملكتنا غالية بإذن الله وبوجود جلالة الملك عسى الله يحفظه وسمو ولي العهد. وإحنا ما ننسى طبعا كل اللي احنا نقول وقف مع الصيادين، شاكرين لجلالة الملك على أساس أن كان الدوريات القطرية كانت تسبب في تضرر المواطنين أو البحارة البحرينيين، فهذه لفتة كريمة زين، وكانت الدوريات القطرية تجينا حتى في المياه الإقليمية البحرينية وكانت تمارس يعني تجينا بصورة يعني هجومية، كانت تستعمل السلاح للتهديد، كانت تسحبنا حتى لو كنا هنا في داخل المياه الإقليمية، وهذه إن شاء الله دور إن شاء الله ملكنا وولي العهد إن شاء الله هذه أثلج صدورنا بحيث أنهما يعني التضرر اللي صدرنا منه ما شاء الله كان دعم سخي بالنسبة حق أبناء الصيادين. تأتي هذه اللفتة الإنسانية سعيا للحفاظ على مهنة الصيد وضمان استدامتها
في ظل بيئة آمنة للبحارة، وهي مبادرة تؤكد على أن حقوق البحارة البحرينيين محفوظة دائما، وأن المساس بها أمر مرفوض، فهم أهل هذا البحر وحقوقهم فيه مشروعة ولا تقبل التزوير. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.